طب ولن تضع إذن تدور لماذا نتنياهو منزعج بهذه الشدة إذا كان هذا قرار سيمرر كالآخرين؟ يعني لماذا نتنياهو منزعج بهذه الطريقة حتى خرج بحديث متلفزة وكلم 11 دولة من أجل أن يغير قراراتهم؟ نعم، هذه الدول هناك دول غيرت طبعا، من يعني كانت أكثر من 87 دولة كانت يعني تريد التصويت للشعب. هناك بعض الدول تراجعت، 9 دول تراجعت نتيجة الضغوطات الإسرائيلية. طبعا هذا القرار مهم جدا، أول شيء يدين إسرائيل ويدين الاحتلال ويدين كل ما تتوقع إسرائيل وكل ما تريد إسرائيل من اعتبار القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال الصهيوني. فبالتالي عندما يأتي هذا القرار ويقول أن القدس هي ما زالت أرض محتلة، لا يمكن لإسرائيل أو لغير إسرائيل التصرف، يعني اتخاذ أي قرار أحادي الجانب. لا يحق لإسرائيل أن تتخذ أي قرار وتعتبر أن القدس هي عاصمة لدولة الاحتلال، لأن هناك في القرارات مجلس الأمن هناك القدس الشرقية تعتبر هي المكان يعني عاصمة الدولة الفلسطينية المستخدمة قرارات الأمم المتحدة، ولكن الشعب الفلسطيني يعتبر أن القدس هي القدس بأكملها هي عاصمة فلسطين. ولذلك إسرائيل هذا يعتبر يعني كل ما بتفكر في إسرائيل. أيضا شرعية الاحتلال الإسرائيلي، شرعية المستوطنات، كل هذا، وأيضا إداني للاحتلال، إداني للعمليات الإجرام والاعتقال اللي بتكون فيها دولة الاحتلال. فهذا يظهر إسرائيل أمام العالم أن إسرائيل هي دولة عنصرية، دولة تطبق أكبر يعني يعني أكثر نظام فصل عنصري عرفوا التاريخ، وتمارس كل أنواع الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وتمنعهم من تقرير المصير، ويعني تقيد حرية الشعب الفلسطيني حتى في التنقل من مكان إلى آخر. وأيضا يعني يدين إسرائيل في المجتمع الدولي كما قلت. فهذا طبعا هذا لا يعجب نتنياهو، لأن نتنياهو يريد ضم الضفة الغربية، يريد السيطرة بشكل كامل على المنطقة، على المسجد الأقصى بعد أن تم تقسيمه زمنيا، الآن يريدون تقسيمه مكانيا ويريدون تقسيمه بحيث يكون لهم معبد داخل المسجد الأقصى، وهذا ما يسعى له وزير الاحتلال الإسرائيلي كفير بن كفير. أيضا يعني